السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن محاضرة الـ Clinical Significance of the Surface Anatomy of the Heart. طيب، أول حاجة نتكلم عنها الـ Position حق الـ Heart كيف موجود. طبعا الـ Heart موجود بهذه الطريقة في الـ Thoracic Cage. هذه البوزة تبعته، هنا النقطة A B C D. طبعا هو موجود على شكل طائرة ورقية. النقطة A موجودة زي ما انتم شايفين في السكند ريب، وال B في تقريبا الثيرد ريب، وهنا نقطة C في السكست ريب، واللي هي الأبيكس النقطة D موجودة في الفيفث انتركوستال سبيس. هذا البوسيجن حق الهارت. دحين الرايت بوردر حق الهارت متكون تقريبا مينلي من الليفت اتريوم زي ما انتم شايفين. هذا الرايت بوردر حق الهارت مين اللي متكون من الليفت اتريوم. طبعا الليفت اتريوم حيبان في الاكس راي، ولكن اذا صار فيه انلارجمنت حيصير فيه دلس في الاسترنا، في الرايت سايد اوف ذا استرنا، وحيزيد الشادو في الاكس راي زي ما حنشوف بعد شوي اذا كان فيه انلارجمنت في الرايت اتريوم. اللور بوردر تقريبا كله معمول من الرايت فينتريكل، والابكس بالليفت فينتريكل. اذا كان في هارت فيلير مثلا يعني انلارجمنت للليفت فينتريكل، الابيكس ايش حيصير فيها؟ حيصير فيها انلارجمنت، حتنزل داونورد واوتورد، يعني حتنزل من هذا الطريقه زي كده وتكون متضخمه، وحتى البلسيشن حقها بدل ما يكون في الفيفث انتركوستال سبيس ممكن نحصله في السكس ريب ولا السكس انتركوستال سبيس. هذه النورمال اكس راي للهارت زي ما انتم شايفين. هذه الرايت بوردر، زي هذه الرايت بوردر. هنا عندنا الليفت اتريوم، ليفت بوردر، والليفت فنتريكل، وهذا اللور بوردر من تحت زي ما انتم شايفين. هذه الاكس راي الطبيعيه، وهنا الابكس، هذه النورمال. طيب الاكس راي اللي فيها اللارجمنت هنا زي ما انتم شايفين في اللارجمنت للابكس في هذه المنطقه، يعني الابكس نازله، وعندنا هنا enlargement لل left atrium، لا معليش، enlargement لل right atrium زي ما انتم شايفين. هذه المنطقة يعني معناته فيها enlargement، هذه الشادوز اللي قبل شوي قلت عليها. طيب نتكلم عن الفالز وأماكنها. طبعا عندنا four valves اللي هي pulmonary valve والaortic valve والماتريال والترايكسبت فالف. لها أماكن غير الأماكن اللي نسمع فيها الفالفز. طبعا أماكنها احفظوا هذه الأرقام 3 3 4 4، احفظوها زي كده. البلموري موجود في قدام الكارتليج حق الثيرد ريب، بينما الأورتيك موجود في الثيرد انتركوستال سبيس، يعني يصير 3 3، والمايترال موجود في الفورث كارتليج اوف ذا فورث ريب اوبزيت، يعني هنا موجود هنا في هذه المنطقة، بينما اللي هو ترايكسبت فالف موجود في الفورث انتركوستال سبيس 3 3 4 4. هي هذه افضل طريقة انكم تعرفوا اماكنها. اماكن سمعها مختلفة، يعني هي كانت موجودة بهذه الطريقة لكن اماكن سمعها مختلفة. السكولتاتري اريا اللي هي بالستيسكوب. طبعا زي ما انتم شايفين هنا البلمونري والاورتيك. البلمونري موجود في السكند انتركوستال سبيس لكن في الليفت. الورتيك نفس الشيء في السكند انتركوستال سبيس لكن في الرايت، يعني هنا رايت ليفت الورتيك والبلمونري كلها في السكند انتركوستال سبيس. الترايكس ويت فالف موجود تقريبا عند السيفويد، تقريبا اللي هو في اللور بوردر اوف ذا ستيرنم في السيفويد. والماتريال موجود مكان الابكس اللي هو الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. هذا اللي هو الماتريال فالف. طيب نتكلم عن السيرفيس اوف ذا هارت. حيكون عندنا الاسترنو كوستال سيرفيس، حيكون ريليتد تو ذا ستيرنوم والكوستال كارتريج. ايش موجود فيه؟ موجود الارتريو فنتريكولار جروف، وفي له الرايت كورونري ارتري، وفي له انتروفنتريكولار جروف،
والانتروفيتيكولار جروف موجود فيه الانتيريور انتروفيتيكولار ارتري والجريت كاردييك فين. طبعا اللي يكون عندنا السيرفيس اوف ذا ستيرنوكوستال سيرفيس مينلي باي ذا رايت فينتريكل. الستيرنوكوستال سيرفيس هذه المنطقه مينلي حيكون بالرايت فينتريكل زي ما انتم شايفين، هذه المنطقه مينلي بالرايت فينتريكل موجود فيها الاتروفنتريكولار جروف، وموجود فيها الجريت كاردياك فين، موجود فيها الرايت كوروناري ارتري، موجود برضو الانتروفنتريكولار جروف والارتروفنتريكولار جروف. طبعا هذه كلها انتيريور انتروفنتريكولار جروف، انتيريور انتروفنتريكولار ارتري، والجريت كاردياك فين، والرايت كوروناري ارتري، والارتروفنتريكولار جروف. هذه كلها موجودة في الستيرنوكوستال سيرفيس اللي هي هذه المنطقة. الدايفراماتيك سيرفيس posterior inferior surface اللي هو تقريبا الجهة السفلية هذه المنطقة. طيب هذه mainly او انه تقريبا تلتين المنطقة هذه معمول بالليفت فنتركل، الليفت فنتركل ولايز اون ذا دايفرام. هذا الدايفرام مو كده، لايز اون ذا دايفرام هذه المنطقة. موجود فيها البوستيريور ارتيو فنتريكول جروف، ويحتوي برضو هذه المنطقة على الكورونري ساينس، وموجود فيها البوستيريور انترو فنتريكول جروف والبوستيريور انترو فنتريكول ارتري والميدل كاردياك فين. هذه كلها موجودة في الديافراماتيك سيرفيس اللي هو ميلي او انه تلتين متكون من الليفت فنتريكل زي ما انتم شايفين. هذه هي الرسمة، نفس الشيء نفس البوردر هذا posterior inferior view اللي هو diaphragmatic surface. طيب the base of the heart the posterior surface، طبعا هو زي ما في ناس يقول انه هذا هو البيز، لكن غلط، هذا هو diaphragmatic surface. البيز حق الهارت اللي هو من الخلف البوستيريور مينلي البوستيريور هنا معمول من الليفت اتريوم وبارت من السوبيريور فينا كيف، وفي الاسوفيجس والديسندنج ثراسيك اورتا كلها موجوده في البيز. طبعا هذه المنطقه ابدا ما تظهر في الاكس راي، لازم عشان تظهر يعمل حاجه اسمها الباريوم سولو، وتكون الاكس راي يكون لاترال فيو عشان يبان. طبعا هذا الاسوفيجس، البيز اوف ذا هارت مفصول عن الاسوفيجس عن طريق الفايبرس بريكارديوم والوبليك ساينس اوف ذا سيرس بريكارديوم. هذا الاسوفيجس طبعا هذا اللي هو اللاترال فيو حق الاكس راي، هنا الاسترنو كوستال سيرفيس، وهنا عندنا اللي هي الرايت فنتريكل، معلش اللي هو الليفت اتريوم اللي هو البيز، وهنا الدايفرماتيك سيرفيس هذا الجزء اللي تحت هذا الدايفرام. طيب اذا حصل اللارجمنت لل ليفت اتريوم اللي هو البوستيريور بارت، ايش حيصير؟ حيضغط على الاسوفيجس زي ما انتم شايفين، هذا الاسوفيجس، فيعني الاسوفيجس هنا مثلا ماشي وصار انلارجمنت هنا، الاتريوم حيضغط على الاسوفيجس والمريض حيصير عنده ديسفاجيا اللي هو سوء في البلع او انه ما يقدر يبلع. فايش يسوي؟ يسوي له باريوم سولو. بعد ما يسوي الباريوم سولو يسوي الاكس راي، حيبان عندنا زي ما انتم شايفين هذه المنطقة، هذا الليفت اتريوم، هذا الاسوفيجس، واللي منور هذا ابيض كده هذا هو الباريوم اللي يشربه المريض زي ما انتم شايفين. معناته هنا في انلارجمنت في الليفت اتريوم، طبعا من الجهة اللي هي من قدام حيكون في انلارجمنت خفيف في هذه المنطقة. هنا في صورة أوضح،
ايوه هذا هو الاسوفجس. هنا زي ما انتم شايفين في لارج ليفت اتريوم قافل على الاسوفجس، بس شخص هيجي يشتكي من ديسفيجيا. طبعا هذه صورة بال التراساوند، هذا الاسوفجس وهذا الاورتيك ارش. طيب examination of the heart، في الراديولوجي لما ياخذوا صورة للهارت من اللي هو اللي حيكون الاسترنوكوستال سيرفيس، ايش حيشوفوا؟ طبعا حيشوفوا اللي هو الرايت اتريوم، تمام، والرايت فنتريكل والليفت فنتريكل والابكس. هذه هي المناطق اللي حيشوفوها بالشيست اكس راي اللي هي الاسترنوكوستال سيرفيس. نتكلم عن الانجري، في حال في مثلا تروما للشيست او انه للاسترنم، ايش الاشياء اللي ممكن تتضرر؟ اللي ممكن تضرر الجريد فيسلز زي هذه جريد فيسلز، والشامبرز حقت الهارت ممكن تتضرر من الداخل. طيب ممكن اللانج بلورا، ممكن التراكيا نفسها تتضرر، هذه التراكيا ممكن التراكيا نفسها تتضرر. فممكن كمان يصيب الفالز اللي هنا داخل، الفالز ممكن يصيب الفالز. طبعا هذا في حالة في تروما. طيب نتكلم عن أهم الأشياء اللي موجودة في المحاضرة هذه. أهم الأشياء اللي موجودة في هذه المحاضرة ال سكولتري أريز. خلينا نجيب هذا الهيكل العظمي. زي ما قلنا عندنا هنا في الليفت سكند انتركوستال سبيس البلمونري، وفي الرايت عندنا الاورتك، وعندنا في سيفويد في هذه المنطقة تقريبا، زي من هنا الترايكاسبيد فالف، والماتريال موجود تقريبا في الابيكس في الفيفث انتركوستال سبيس نفس منطقة الابيكس. وبرضه من أهم الأشياء اللي مهمة في هذه المحاضرة إنه لو صار اللارجمنت للليفت اتريوم راح يضغط على الأسوفيجس مما يؤدي إلى ديسفيجيا زي ما شفنا هنا. وبرضه من أهم الأشياء اللي عرفناها في هذه المحاضرة إنه في الراديولوجيكال اكزامينيشن الأشياء اللي حيشوفوها اللي زي ما قلنا الرايت اتريوم والليفت فنتريكل والابكس حقت الهارت مع الليف مع الليفت فنتريكل، ايوه رايت فنتريكل والليفت فنتريكل والرايت اتريوم بالضبط. طيب سو فار الاشياء اللي عرفناها السيرفيس اناتومي بوردر اوف ذا هارت وسبيشالي ذا رايت اند ذا ليفت بوردر. الليفت الرايت زي ما قلنا اللي هنا، والليفت بوردر اللي هو معمول بالليفت فنتريكل. وعرفنا surface anatomy of the valves وال auscultatory area. ال surface anatomy of the valve قلنا اللي هي 3 3 4 4، third rib third intercostal fourth rib وال fourth intercostal. وال normal position حق ال apex وال clinical examination وإذا في حال صار enlargement زي ما قلنا إنه ال apex موجود في ال fifth intercostal space. طيب والبلسيشن نحس به في الاكزامينيشن لو انه صار في انلارجمنت لليفت فنتريكل ايش حيصير؟ حيصير الابكس قلنا داونورد واوتورد، والبلسيشن ممكن نحسه في يعني بعيد عن الميد اكزيلري لاين، وممكن نحسه في السكس انتركوستال سبيس او انه في السكس ريب. وعرفنا الـ normal position of the apex of the heart during clinical examination and enlargement of the chamber of the heart and identify the aortic knuckle and pulmonary trunk position. وبكذا يكون غطينا إن شاء الله كل الـ objectives، وشكرا لاستماعكم، وأديكم العافية.